تمشي انت وطوم مجيري هذا لطول فكرونا خريش شنو تمشي تعوم ايه حبك تسكر الباب من هنا ربيع سيقه بعيده من غادي شخص هذا من زنطان طبعا اشتباك في منطقه زنطان اصيب ب شظايا هاون طيب هاون اصيب في بطنه في منطقه البطن ادت اصابات في الامعاء واصابه وجزء قطع جزء من البنكرياس واحيانا طبعا حاليا حكيتها حرجه يعني جدا حكايه خطيره الوضع اليوم بالنسبه اليوم هادي من امس ورد وبالطبع وضع الحرب معروف يوم هادي ويوم فيه مناوشات ويوم ومش مخلينا مريحين كتيب القدافي كل يوم وهم صواريخ جراد على رجيمات على 14 ونص والحقيقة مقلقين الناس ياسر ما فيش راحة